حكايتنا النهاردة حكاية علاقة سامة، مش بس ما بين اتنين بيحبوا بعض ولا حتى اتنين صحاب، علاقة سامة استمرت 35 سنة ما بين زوجين تحت سقف بيت واحد. حاجة سيدة، ايوه، قوليلنا حكايتك. يعني قصتي زي اي ست عاديه وعايزه تعيش، اتجوزت وكده، بس للاسف كانت علاقه سامه سامه، سمتني انا لوحدي وبعدي يا ولادي برضو ضحيه، بس ضحيه ابوهم والله، لان اتعودوا على طبعه، شربوا طبعه وشافوا ضربه فيا وبهدلته كان فيا. بيضربك؟ على قد ما يحبني بس كان يضربني جامد، وكان يهقرني، كان يبص للستات وابقى شايفاه، كان في عينيا وكنت حلوه وكل حاجه. انتي حلوة حبيبتي. ربنا يبارك لك يا بنتي، يحفظك. طب وايه اللي حصل؟ ما اعرفش، من كتر الضرب واتحمل، وقلت معايا العيال وجبت عيل ورعيت، بقى اسم الله اربع عيال معايا وهم بنت، فبقيت محجيه على اولادي. انا لو كنت قلت لوالدي كان يعرف ساعتها ان انا بتضرب، ربنا يدي كل عمر، يعني لو ابويا كان يعرف ولا امي ما كانوش خلوني على ذمته، بس كنت بقول مين هيساعدني بعيالي، كنت خايفه عليهم، خايفه ما حدش يتحملني بيهم برضو، خفت عليهم قوي ورعيتهم قوي، وربنا عالم حبي ليهم، لكن للاسف كبروا وطبعوا بطبع ابوهم وبقوا جايبين اللوم عليا. طب انا ضعيفه، كنت بتشوفوا بعينيكوا بيعمل فيا ايه. وانتي وقتها كنتي بتحبيه بقى؟ مش هكدب عليك، وما زلت احبه لان ابو ما ولادي زلتي بعد اللي عمله فيكي بتحبيه؟ اهو، بس ما عشروش تاني، ما عشروش تاني، لا، حب ان هو ابو ولادي وعشرة عمري بس. طيب وايه اللي وصلك لهنا يا حاجة؟ اللي وصلني لهنا ان هو يعني بيحب قوي يتفشخر قدام امه واخواته، الله يرحمها بقى، بكلمة الطلاق. اللي رحت له، كانت اخته ليها شقه في المعادي، فهو ووالدته قاعده فيها، يعني واخدها لوالدتها، فلقيته فجاه مشي مننا بقى، كان علينا اجار صراحه وكده، وابني الوسطاني بس هو اللي معايا، ابني الكبير متجوز. المهم فلقيته فجاه مشي مننا كده. هو مشي من غير سبب ولا عرف واحده ومشي لا ولا مش ايه؟ واحده، هو كان علينا اجار وحاجات، هو دايما يعني ايه، لما يكون في مواقف او في حاجه ما يحبش الشكل يبقى وحش قدام الناس وخلاص. بس ما يقفش جنبك في شدة؟ لا يسيبني. ياما مواقف كتير من هم صغيرين كده. حاجة سيدة، طب احنا عايزين نعرف انتي خرجتي من بيتك ازاي؟ هو اللي طردك ولا انتي اللي مشيتي لوحدك؟ لا، هو لقيته هرب من مسؤوليه ومشي طفش، يعني راح طفش من بعد ما لقاكي ما بقيتيش تشوفي، ما بقيتيش خلاص. تقدري تخدمي في البيت. ايوه، كنتي ما لقاش بتقدري في مني الوقت بقى. ده بعد ما عينك حصل لها اللي حصل لها، بقيتي تقدري ان انت تنظفي في البيت وتقومي بالواجبات اللي انت كنتي كنت بتقومي، بعمل على قد ما بقدر والله، وكان يعني بيعجبه؟ وكان بيعجبه، كانش بيقول حاجه، وكان يساعدني امال ايه اللي خلاه صراحه. يهرب؟ ما انا بقول لحضرتك بقى، لما لقى الايجار وكده ولقى ابنه كمان وقف له، قال لك هيفضح بيا الدنيا بقى، هو بيحبش الفضايح، يعني يحب حدش يعرف يعني يجيب عليه حاجه او عيب. فالمهم تفش، فرجعت ايه، قلت اروح لابني الكبير متجوز في نفس المنطقه يعتبر، رحت له. للاسف راح يعتبر طردني وقال لي لا، انا مراتي ما تشيلش حد والكلام ده كله. طردك ابنك اللي انت ربيتيه طول عمرك وضيعتي طول حياتك عمري عليه؟ طردك. طردني، وقال لي مراته يلا يلا خديها، ويلا بالسجاده، حته السجاده اللي انا نايمه عليها، قال لمراته نيميها عليها هناك على اسفل الشقه يعني بتاعت ابني التاني. طب ما انت عارف يا ابني، طيب ابني ده اخلاقه صعبه مثلا، او خايفه يأذيني وكده، وابوك ماشي، قال لي ماليش فيه ماليش فيه، وسابني. المهم فعلا رحت ولقيت نفس اللي انا قلته، لقيت يا بنتي مش قادره اتحمل، خرجت في الشارع، بقيت اقول عمري فين، عينيا فين، كنت بمشي وبجري وبجيب لهم على راسي وفي ايديا، واروح كل حته واقول عشان ولادي. للاسف لا لقيت ولادي ولا لقيت عشرة. 35 سنة، 35 سنة ربيت وكبرت وجوزت، وفي الآخر أنا اللي دعت، أنا اللي دعت وباعوني، ومبقاش حد عايزني، محدش بيسأل عليكي؟ محدش، حتى أختي الوحيدة ساكنة جنبي مني يعتبر هنا، وعارفة إن أنا هنا أهو،
ما سألتش عليا، أختي الوحيدة شقيقتي. أي نعم وقفت جنب كتير، كلمة حق وقفت جنب كتير، ودتني فلوس وكانت كل حاجة. ولادك ما بيسألوش عليكي خالص؟ خالص، ضاع عمري وضاعت عينيا كل حاجة. آخر مرة بكلم بنتي الوحيدة، اعتبر هي الحنين عليا يعني، وبكلمها في التليفون عشان بتطمن عليها وعلى اخواتها برضو. انا كأم لقيتها برضو لسه كأم بتسألي عليهم؟ ولسه كأم وطبعا غصب عني. ام يا بنتي اعمل ايه؟ مهما يعملوا فيا ربنا عالم، بحبهم وادعي لهم، والله بدعي لهم في كل وقت وصلاة، والحمد لله فضل ربنا عليا، بصلي الوقت بوقته. وهنا بصراحة ربنا اكرمني بناس طيبين، كفاية عالجوني، كنت جاية تعبانة جدا من السكر والضغط، عالجوني ومنظمين لي أكل. نفسك في إيه؟ والله أنا نفسي في حتة أعمل معاش، بس يبقى ليا للزمن، لأي حاجة يبقى ليا قرش أخد بيه مكان، أجيب كفني، أي حاجة بس، ولما ربنا يفاجئ بقى بعد كده أعمل عمرة. حاجة سيدة بعد 35 سنة عايزة تقولي إيه؟ عايزة أقول إن أنا كنت غلطانة، كنت غلطانة في حق نفسي وحق ولادي وحق نفسي قبل أي حاجة، لأني ضحيت وما لقيتش، لكن للأسف أنا اللي اترميت أهو، أخيتها في دار مسنين وكمان زعلانين. أمال كنت عايزيني أعيش فين طيب؟ كان مش عايزيني يبقى ولسه مش عاجبهم إن أنتي زعلانين إن أنا في دار مسنين، جبت لهم العار كده وانا مش فاهمه صراحه. امال تبقي فين؟ تبقي في الشارع؟ ابقى في الشارع باكل من ولا الزباله. ولا عاجبهم ان انت تقعدي في دار مسنين؟ ولا عاجبهم ان انت تقعدي معاهم؟ امال تقعدي فين؟ مش عارفه في يا الشارع؟ بنتي، مش عارفه والله حقيقي ده حصل، مش عاجبهم وزعلانين. بنتي نفسها بكلمها بطمن عليها من كام يوم قدام الحاجه، لقيتها بتقول لي يا ماما عمتي بتتخانق معانا ومعايرانا ومبهدلانا ليه؟ هتقول لي عشان مودين امكم في دار مسنين. طب ما كنت عايزيني اروح فين يا بنتي؟ يعني هي ما خدتكيش عندها ليه؟ لا، اهل جوزها لسه هقول لحضرتك، اهل جوزها قالوا لها لا ابننا ذنبه ايه يشيل ما ليها عيال، وحقيقي وده حقيقي، اللي هي صبياني اللي هي رجاله. الراجل جري وساب لي العيال، والعيال بهدلوني ومش هسيبهم، لدرجه اقول لحضرتك حاجه هتستغربيها طبعا، اللهم لا شماته، وبتمنى يا رب يا رب يهدي سلوكه يا اولادي ويصلح حالكم. ابني معاه بنتين صغننين، يعني الكبيره 5 سنين، تخيل الصغيرة لسه بتتعلم الكلام. مراته خافت منه، قالت له لا انا ما مطمنش معايا، اللي يبيع امه هيبيع لي يعني. اللي مالوش خير في اهله اقسم بالله صممت على الطلاق. اللي مالوش خير في اهله مالوش خير في حد. صممت على الطلاق وشفتها بعينيا وبتشتغل دلوقتي بسم الله ما شاء الله، وممكن تتجوز وكل حاجه وعايشه حياتها، والعيال مع امها في الشقه عادي. يعني صممت ووريته قد ايه يعني. هي قلت لها يا بنتي انت كده عملت اللي انا ما عملتوش، يا ريتني انا عملت كده، ندمت حقيقي. قلت لها يا ريتني انا عملت كده هم صغيرين، وكنت بصحتي وعناية وكنت اشتغلت عليهم، لكن للاسف كان كل همي من الست اللي لجوزها ولبيتها وعيالها، لا احافظ على البيت، يجرالي اقول احافظ برضو على البيت عشان يفضل عيالي في حضني. حاسه انك غلطانه في حق نفسك؟ حاسه بقهرة جامدة قوي، حاسه بقهرة ووجع قلب، بس بقى يعني ربنا بيقويني ويصبرني، وأيام بتعدي آخرها موتة. قد الشر، قد الشر عنك، هي كده وكل عمري ضاع. بس يا خسارة، أنا قلت ولادي هيحججوني، هيجي يوم عليهم وألاقيهم كده واخديني في حضنهم محتضنيني، لكن للأسف ما لقيتش الحضن ده اللي كنت حضناه طول عمري عشانهم، وخايفة عليهم ومحدش يمسهم بكلمة ولا، بس كنت غصب عني مش قادر أحميهم من أبوهم، كان يضربهم يقسى عليهم يطردهم حتى مهما يكونوا غلطانين، بس ما كانوش حتى يترموا في الشارع. هم بقى للأسف بيلوموا عليا إن ما وقفتش قدامه، ما أعرف ما قدرتش. طيب أنا بنصح كل ام ما تبقاش ضعيفه، تحاجي على اولادها بجد، ما تتعبش، ما تغلطش غلطتي، غلطت ان انا ما عرفتش احميهم كويس، ان حبي ليهم كان كتير وهم ما عرفوش يحبوني الحب ده، ما عرفوش يقدروني ولا يقدروا حنيتي ولا تضحيتي. عمري كله
وعينيا وكل تعت، ما سابونيش لما اتدمرت من كله، ما لقوني مش معنى صح، خلاص ما بقتش انفع، عشان كده خلاص ما بقوش عايزيني، ما بقوش عايزيني. ما تعليش لا اقول لك، حتى مرات ابني، وهي مرات ابني مش جايباها من على قلبي، اتطلقت، قالت له ما املكش، ما املكش اللي بتعامل امك كده وطردتها يعتبر كده وما احتمتش. لا حرام، يبقى انا املك على روحي ازاي وهي بطفلتين صغيرين؟ راحت لامها وبتشتغل، يعني ضحت بحياتها وبيتها. انا قلت لها للاسف يا ريتني انا عملت كده حقيقي. قال لا يا خساره. ودي كانت حكايتنا النهارده، حكايه قاسيه ومؤلمه. ست ضيعت من عمرها 35 سنه في العطاء، ودي كانت النتيجه، دار مسنين. اتمنى ان ولادها ينظروا لها نظره رحمه. شكرا، استنوني بعد التقصير.